تعلمون أن اليسار هو مشروع، أولا مشروع فكري مبني على الاشتراكية بكل تأويلاتها، الاشتراكية العلمية، الاشتراكية الديمقراطية. لذلك هي ملتصقة بنضالات الجماهير الشعبية ومنبثقة من الشعب، بمعنى أنها لديها مشروعية، هي لا تنتظر تدخل لأحد أو صناعتها في مختبرات معينة، هي منبثقة من الشعب إلى الشعب طبعا، لأن مشروعها هو مشروع أولا اجتماعي ديمقراطي اشتراكي يدافع على كرامة المغاربة. لذلك هذا النقاش الداخلي الذي أرهق اليسار لمدة طويلة ما بين مقاطعة الانتخابات لعدم جدواها والمشاركة في الانتخابات من أجل التغيير من الداخل ونتائج من شاركوا بالنسبة لهدف التغيير من الداخل، جعلنا نطرح إشكالية التقييم فعلا لنتائجنا. وهناك كما جميع الوقائع هناك عناصر داخلية وذاتية وهناك عناصر خارجية. نعلم أن نبدأ بالعناصر الخارجية. العناصر الخارجية هي طبعا انتخابوية الأعيان وهندسة استقطاب الأعيان والتسامح والتطبيع مع توزيع المال لشعب فقير الذي استلب صوته ويعلم أن التصويت لا فائدة له. لذلك أن بيع صوت أو شراء صوت هو نوع من أنواع المقاطعة والتعبير على عدم جدوى الانتخاب. لذلك نرى أن لا يمكن لأحد كمرشح، وأنا كنت مرشح في الرباط، أن ينتصر أو يفشل في الانتخابات بناء على النقاش السياسي أو بناء على التواصل السياسي أو بناء على أطروحة سياسية. الذي يحسم في الانتخابات هو المزاد المالي والمزاد العلني، وبإعاز طبعا من يحسبون الأصوات في السادسة مساء ومن ينظمون العملية الانتخابية. لذلك من أجل استرجاع الثقة في المؤسسات السياسية التشريعية والحكومية واسترجاع المواطن لصناديق الاقتراع، يعني استرجاعه لصناديق الاقتراع من أجل أن يختار فكرة معينة، أن يختار تصور سياسي معين، أن يختار توجها معين، يعني خص هناك تقنين من أجل المنع الصارم والجذر لعملية الاستمالة واستغلال ضعف طبقة الهشة من أجل استمالتهم. وهم، أنا لا ألوم طبقة الهشة، لأن طبقة الهشة هي تعبر عن مقاطعتها للانتخابات ببيع أصواتها كتعبير يعني صارخ على عدم جدوى هذه الانتخابات، وأنهم يعلمون بعمقهم اللعبة التي تنطال عليهم، ولكن لا حول ولا قوة لهم، وتلك طريقتهم المتواضعة للتعبير على عدم جدوى الانتخابات. ومع الأسف أن نرى كيف أن الساحة السياسية طبعا لم تغني البلد بفكرة جديدة أو بأطروحة جديدة أو بنخبة جديدة، ما عدا طبعا بعض الاختيارات التي تأتينا من الفوق على المستوى الحكومي، ولكن على المستوى الزبدة إذا صح التعبير التي خرجت من رحم الصناديق. ونرى أن كيف طبعا هناك يعني كائنات انتخابية لا علاقة لها بالسياسة بمعنى، لن أقول النبيل إن أصبحت كلمة متقدمة، ولكن السياسة بمفهومها العادي، تقارع الأطروحات وتقارع الأفكار. ليس هناك أفكار داخل المؤسسة التشريعية ولا الجماعية لخدمة المغاربة، لأنها ليست أكاديمية، هي أفكار ومشاريع من أجل خدمة المواطنين. لذلك فهذه العوامل الخارجية التي تجعل اليسار يرفض التطبيع مع هذه الأساليب، لأن يجب القول كذلك من حيث البراغماتية، وأنه من السهل جدا التطبيع مع واقع فاسد، ولكن نحن دفاعا على المغرب وعلى المغاربة، نظرا لمشروعيتنا التاريخية ومشروعيتنا الشعبية ونظرا لأخلاق مناضلنا، نرفض التطبيع مع هذه الآليات. لأن التطبيع مع هذه الآليات ماذا يتطلب؟ يتطلب مالا لشعب فقير ومالا لمن يحسب الأصوات
نعم والتدخل ونكون أكبر عددا من العدد في كل تلك المؤسسات، ولكن نرفض لأننا نبني سياسة حقيقية، والسياسة الحقيقية تفترض نقاشا عموميا هادئا مبنيا على معارك ذات مشروعية تمس المصالح الشعبية ومناضلين أكفاء ولديهم من النزاهة الكافية لكي يكونوا محل ثقة شعبية. بالنسبة للمشاكل الداخلية هو ذلك النقاش والإرت والتخبط ما بين فكرة المقاطعة والمشاركة، وكذلك التطاحن الداخلي الذي يعيق مسار توحيد الفصائل اليسارية تحت فكرة موحدة وطليعة موحدة لكل هذه الفصائل لكي نمثل ذلك الطريق الثالث ما بين النيوليبرالية والأصولية، لكن مع الأسف لازلنا ضحايا هذا التطاحن. ولهذا التطاحن طبعا أسبابه التاريخية وأسبابه النفسية وأسبابه التنظيمية وأسبابه الذاتية، لذلك العوامل الخارجية والعوامل الداخلية تجعل على أن اليسار لا يحصل على أرقام كافية. ولكن نذكر، وذلك ليس نرجسية أو ما نسميه بلوتو سوفيزانس، يعني نذكر على أن الانتخابات في المغرب ليس مقياسا للمشروعية السياسية نظرا لكيف تتم العملية. لذلك اليسار واثق من نفسه ومن مشروعيته ومن انخراط شرائح من الجماهير في مشروعه وبناء على تاريخه، لذلك نحن واثقون من مشروعيتنا وإلا لن نستمر في العبث. نعم، فالانتخابات ليس مقياس، يعني لو باروميتر المحرار السياسي ليس هو صندوق الاقتراع في بلدنا، نظرا لكيف تمر العملية الانتخابية في لا في الجماعات ولا في البرلمان. ان اليسار هو ائتلاف لجمعيات مجتمع مدني وليس أي مجتمع مدني، المجتمع المدني الحقوقي بمعنى الذي يناضل من حيث كل ما هو حرية الرأي وحرية التعبير والمحاكمة العادلة والمرأة والطفل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة. اليسار هو كذلك ائتلاف نقابي بمعنى الصراع الجبهات الصراع اليومية من أجل الدفاع على كرامة الشغيلة وكذا. اليسار هو كذلك تكتل من المثقفين ومن المبدعين ومن الفنانة ومن كذا. اليسار هو كذلك تكتل من المهنيين المحامين والحقوقيين الذين يناضلون ويضحون وكذا. الممثل الشرعي اللي يعني الشعب المغربي لا يمكن إلا أن يكون هذا التنوع وهذا كذا. لكن المعركة الانتخابية ولا بد لها من آلياتها التنظيمية لكي أولا أن تستطيع أن تحفز الشعب المغربي، هذا هو الرهان في المغرب، أن تحفز الشعب المغربي على أن الانتخابات ليس عبثا وعلى أن هناك قدرة من تغيير وقدرة من توزيع العادل للثروة من داخل المؤسسات السياسية. إذا استطاعت التنظيم الحزبي اليساري أن يحفز المغاربة بعدما أن فقدوا الثقة في الحكومات السابقة وكذا، أن يستطيعوا أن يعيدوا هذه الثقة، وأن يستطيعوا كذلك أن يحاربوا الأساليب المسيئة للديمقراطية، لأن هناك جبهتين في بلدان أخرى للحزب السياسي جبهة واحدة، وأن يقنع الشعب المغربي. على اليسار أو الحزب الذي يؤمن بالعمل السياسي دون مشروعية لديه جبهتين، الجبهة الأولى هي أنه يحفز الشعب المغربي ويقنعه بأولا المسلسل الديمقراطي وثانيا الفكرة الاشتراكية أو الاشتراكية الديمقراطية، والجبهة الثانية هو أن يحارب كل أساليب المسيئة للديمقراطية. ولذلك العناصر الداخلية لليسار لا تساعد على هذه المعركة. أما اليساريين
والفصائل اليسارية والجماعات اليسارية قد أقول لك أنها أغلبية، ولكن في ترجمتها كما قلت الأستاذ الفضيل في ترجمتها المؤسساتية هناك هندسة وهناك استراتيجية تنظيمية وجب إقرارها، وهناك موارد بشرية التي تتطلع لخوض هذه مثل هذه المعارك.